أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا المساء. أجواءنا أجواء معتدلة، درجات الحرارة العظمى تراوحت ما بين 44 و 46 درجة مئوية. أما درجات حرارة الصورة المتوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله راح تكون معتدلة، متوقع أن تصل إلى 25 درجة مئوية خاصة في بعض المناطق الغربية والمناطق الصحراوية. بالنسبة للطقس الحالي في مدينة الكويت، السماء صافية بشكل عام، استمرار في الرياح الشمالية الشرقية، درجة الحرارة الحالية 39 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 20. متوقع ابتداء من بداية الساعات الأولى من المساء ترتفع نسبة الرطوبة خاصة على الشريط الساحلي من دولة الكويت. الرؤية الأفقية لا تزال جيدة تتجاوز 10 كيلو. تتأثر دولة الكويت في أنظمة جوية متذبذبة ومتفاوتة ما بين المنخفضات الجوية الصغيرة. متوقع أن تستمر الكتل الهوائية متقلبة خلال 4 أيام القادمة ما بين رياح شمالية غربية خفيفة تتحول متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، ترفع يعني نسبة الرطوبة خاصة على بعض المناطق الساحلية والجزر. الطقس متوقع إن شاء الله في منتصف هذه الليلة أجواء معتدلة خاصة في المناطق الغربية من دولة الكويت. متوقع أن تصل درجة الحرارة في منطقتي شقاي والسالمي 31 درجة مئوية، كذلك المناطق الشمالية مزارع العبدلي الأجواء راح تكون إن شاء الله فيها معتدلة، أيضا مزارع الوفرة في جنوب الكويت 32 درجة مئوية، المناطق الساحلية بشكل عام متفاوتة ما بين 33 و 35 درجة مئوية. مع بداية دخول ساعة الصباح الأولى إن شاء الله متوقع درجات الحرارة الصغرى متفاوتة ما بين 25 درجة مئوية في منطقتي شقاية والسالمي، المناطق الساحلية بشكل عام متفاوتة ما بين 29 و 32 درجة مئوية، استمرار في الرياح الشمالية الغربية خفيفة السرعة على معظم مناطق البلاد، ولكن ابتداء من منتصف نهار يوم الغد بعد منتصف نهار يوم الغد راح نلاحظ تحول في الرياح إلى رياح شرقية خاصة على المناطق الساحلية والمناطق الجنوبية الشرقية من دولة الكويت، راح تؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة على هذه المناطق. أما المناطق الوسطى وكذلك المناطق الشمالية تستمر فيها الرياح الشمالية الغربية المعتدلة. الأجواء البحرية أعزائي المشاهدين متوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله أجواء معتدلة مناسبة لممارسة جميع الأنشطة البحرية، متوقع تراوح ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 4 أقدام. التيارات المائية لا تزال قوية في فترات ضعيفة في فترات الفساد. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت في تمام الساعة 4 صباحا موعد أذان أو موعد شروق الشمس الساعة 5:23 موعد أذان المغرب الساعة 6:15 بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله، أجواء حارة في النهار تتراوح درجات الحرارة متوقعة ما بين 43 و 46 درجة مئوية، درجات الحرارة الصغرى متفاوتة ما بين 27 و 28 درجة مئوية في مدينة الكويت، ولكن بعض المناطق الصحراوية والغربية قد تقل إلى ما دون ذلك تصل إلى 25 درجة مئوية. الرياح راح تكون رياح شمالية غربية في يوم الجمعة والسبت، ابتداء من يوم الأحد من مساء يوم الأحد تتحول رياح جنوبية شرقية تستمر يعني يوم الاثنين والثلاثة، مما تؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة على بعض المناطق. أعزائي المشاهدين أشكركم على حسن المتابعة، ولا نأخذكم في جولة مع درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية.